السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مثال للشغل اللي احنا بنعمله في ST Solutions، ان احنا الموديل بتاعنا بيبقى موجود على الكلاود. المالك بس هو اللي بيقدر يوصل ليه، يقدر يشاركه مع اللي هو عايزه، يقدر يحصل على كل المعلومات اللي هو عايزها. يعني هنا مثلا مركزين على موضوع الكوست بس، اللي معانا المشروع ده مش تبعنا، ده موديل عادي لسه نستأذن من الناس اللي شغالين معاهم ان احنا نعمل فيديو عن المشاريع اللي احنا عملناها. هنا بتلاقي الكوست الماتيريال والعملة اللي انت عايز تحسب بيها، الدولار او اليورو او، وهنا بيقسمهم لك مثلا البلاستيك هوت، الميتال، الكوبر، الوود، الفلور، تقدر تشوفه من هنا. تقدر تعمل موديل براوس الستير مثلا، الفلور، كل عنصر تقدر تشوفه، وممكن تختار جزء معين، الصوفة مثلا اهي. تقدر تبعد كل حاجة عن بعض، تقدر تاخد سكشن في أي اتجاه زي ما انت عايز.